السوق؟ والله الاسعار زي ما انت شايف كده الاسعار مرتفعه، والناس لا في بيع ولا شراء، كل الناس قاعده هي وتتفرج على السور والعربيات هي، والاسعار ربنا اعلم بينا يعني. يعني ما فيش عمليه شراء؟ لا لا ما فيش، لانه كله خايف، كله خايف يشترى عربيه ويقول لك اسعارها زادت واسعار، والبنزين هيغلى، وانبوبه البوتاجاز قعدت ب 60 جنيه. طب يعني طب في حد بيجي يتفرج على العربيات؟ بيجي يتفرج ويمشي. يتفرج ويمشي. ويمشي. متشكرين يا حاج. السلام عليكم. طب انواع العربيات الموجوده هنا ايه؟ جميع انواع العربيات، في هونداي وفي سكودا وفي كافيا وفي كل انواع العربيات اللي بتكون مطلوبه او مسحوبه يعني. سكودا عشان على قد الفلوس بس، تلفونات وبتاعه وحاجات من دي. الاسعار بتروح يعني من 30 ل 35 ل 40 حاجات دي. ده في السكودا. السكودا. وبقيه بقيه العربيات طبعا في 50 وفي 70 وفي 100 وفي 120، بس زبونها خايف. خايف بالمعنى الاصح، من يعني في غلو، فبقول لك لا الاسعار هتنزل لان البنزين هيغلى مش عارف ايه، فبقف عند كده. واحنا والله بنبيع، والله ببيع العربيه بنخسر عشان اعرف، عشان اروح بفلوس، عشان لان مديون عشان اوكل الاولاد في البيت. حاج محمد، حركه البيع والشراء في السوق نعم زي ما انت شايف، هو انت جيت ونزلت وحكيت مفيش حركه بيع، مفيش بيع، ركود بطريقه غير عاديه. عمليه الركود دي بقى لها قد ايه؟ والله دي بقى لها شهور. طب والسبب؟ السبب الدولار، والناس مش مستوعبه الاسعار، وعندك الغلاء اللي موجود في البلد. سعر العربيات المستعمله زاد مع ارتفاع الدولار برضه؟ اه طبعا زاد. الزياده بالنسبه دي زياده زياده جامده يعني، حتى الزبون النهارده ما بقاش مستوعب احنا كتجار النهارده بنشتري بنشتري العربيه بسعر الزبون. العربيه اللي كانت بتعمل كام ده؟ يعني العربيه اللي انا بعتها من 3 اشهر ولا 4 اشهر، واخد بال حضرتك، انا ممكن اخدها من الزبون اللي انا بعتها له النهارده وابيعها اكسب فيها تاني. تمام. وتخيل بقى الكلام ده ايه. طب وهنا التجار في السوق لهم مطالب وكده ولا ايه؟ مفيش مطالب، احنا نفسنا نبيع يعني. احنا بننزل انا بنزل ادي 1 2 3 النهارده بس عشان يوم الاحد بيبقى الشغل خفيف، لازم 3 عربيات. تاجر سيارات؟ اه صاحب بعض سيارات. الاسعار عامله ايه يا حاج حسين؟ اسعار غاليه، كل يوم في غلاء، والدولار برضه الزيرو بيغلى بيغلي المستعمل. الاسعار زادت بنسبه قد ايه؟ لا الاسعار كل فتره بتزيد، ما فيش ما بيعديش شهر وبتزيد الاسعار. بنسبة مثلا لو قارنا بقى لها من 5 شهور كده، نسبة الزيادة قد ايه؟ يعني يمكن 60%. 60%؟ اه. بتشتري عربية وكده ولا بشتري عربية كده؟ والأسعار عاملة ايه؟ والله معقولة يعني مش وحشة. يعني بيجي يتفرج بيجي ماشي هنا راضي على الأسعار ولا لا؟ أسعار كويسة. الأنواع كلها ولا نوع معين؟ والله حسب يعني اللي عايز، يعني أنا بشتري مثلا عربية ب 50 ب 30 كده. حلو كويس. في انواع كتير متوفره في الدنيا. وحاله العربيه بتكون عامله ايه؟ هو اللي بيشتري بيتفرج على الحاله بقى. لما انت بتاخد فتره رفع الدروس في الفتره الاخيره كده، في فرق كبير حصل فيها ولا ما كنتش متابع؟ لا مش متابع. لا اسعار عاليه على العموم قوي يعني، الواحد بيسمع اسعار ما سمعهاش بقاله من عمر يعني. انت يعني الحاجه بشتري نازل اشتري. شايف ان الاسعار بتنزلك كده ولا في الارتفاع؟ الارتفاع صعب قوي. طب وسبب الارتفاع انت شايفه؟ والله هو يقال بيقول الدولار ماشي، بس طب الدولار في العربيات القديمه ازاي في عربيه مستعمله ان هو يقول لي الدولار زاد فيه؟ هو اصلا مشتراها ما بقاش بالسعر ده يعني، العربيه اللي كان مثلا سي شاريها بسعر 150 بيجي يطلب فيها النهارده 180 و190، يقول لك اصل سعرها في الزيرو وصل كام. حضرتك حضرتك بتبيع ولا بتبيع؟ مفيش حد جه يتفرج على العربيه ولا؟ بس نزلت السوق هنا قبل كده ولا؟ نزلت هنا. طب وكل مره كده ولا النهارده؟ لا الايام دي بس. لا الايام دي بس. الايام دي. طب والسبب في كده انت شايفه ايه؟ الدنيا مريحه. الدنيا مريحه. مش عارف. تمنى من الله سبحانه وتعالى. في ناس بتيجي تسال وكده كتير بيسالوا كتير. بيسال بس ما بيشتريش، مش حد بيشتري. والله في ناس بتاخد اسعار، وفي ناس بتشتري اللي جاي جد فعلا عاوز يشتري بيشتري. ونسبه الجد وفي ناس كتير بتحب تعرف دي بكام ودي بكام ودي بكام. نسبه الجادين قد ايه اللي انت بتشوفه ده كله؟ والله ما بيجيش كتير بصراحه عشان اجد يعني عشان اقول لك بالظبط. بس الحركه بشكل عام لا الحمد لله.
اسعار العربيات من كام وكام يا استاذ؟ خلاص ما حدش بيجي دغري بصراحه، كله يرفع. طب يرفع ليه؟ يعني انا عاملين حساب الفصال، يعني انا حتى لو اخر مثلا عاوز 77 ممكن اقول 80. يعني العربيات غاليه بس في حركه بتاع شراء بقى لازم شلاي. ايه اللي مخلي العربيات غاليه؟ في احنا سعر الدولار مستعمل ماله مال الدولار. دلوقتي هيشتري عربيه غيرها، اول ما اشترى العربيه دي ب 100,000 مثلا تعادل 20,000 دولار صح؟ ايام ايام النهارده ال 20,000 دولار ايام ال 160,000. لا طب هو دلوقتي مثلا بيبيع بالمصري وبيشتري بالمصري، ليه هو عربيه استعملته زمان عدى؟ هو يعني هو الناس كده، مش التجار اللي بيغلي العربيه، مش التاجر. الناس واخدين المنهج ده؟ الناس واخده المنهج ده، بيبص على العربيه يقول لك دي بقت زيرو ب 300 مش عارف كام، بيبيع على كده على الوضع، لكن ما بيبيعش على هو اشترى بكام. يعني في ناس شاري عربيه ب 200,000 بيبيعها النهارده ب 240,000 وبقى له مثلا 5 سنين راكب العربيه.